يا ابني. لمس لك شو جابك لهون؟ كنا مرتاحين منا. اكشر يا اشرب من دمكم انت وياه، ولك اخشى حالة الضبع عني فيها وشال ومضايات، ولك انت تكوخ الواوي. لك ابني اخوك اخذ جزاءه العادل، اخوك كان لازم يموت. وليش ما لازم يموت؟ مين قال انه لازم يموت؟ لك انت العاده، لانه اخوك كان عوايني والثاني قتله. ولك فشلت، فشلتوا كلياتكم، ما اخي الواوي عوايني. لك لازم لك يا بطل. ايش كان بدك تعرف انه اخوك كان عوايني ولا لا؟ روح اسأل الفرنساوي وبتعرف مظبوط. لك يا ابني عيب اللي عملته بالحارة، انت كنت ساكن معنا اكل شارب وبتعرفنا. ولك لا اني بعرفكم، ولك خافوا الله، ولك اخي الواوي ماني غيره، ولك انا هتجننوني، ولك اخي ماني غيره. لك اهدى اهدى افهم القصة، ما اهدى انت اللي رح يجنني. ايه ما رح تجد ولا شيء، اتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسمع اخوك شو عمل وبعدين تحكي لي بدك اياه، وخلي الناس روح على ارزاقها وشغالها. حاجه بقى ابن عال. هدي عمي، هدي وتعا معنا على المضافه لحتى تعرف حقيقه اخوك. تعا يلا يا جماعه، كل واحد على شغله. واللي نسوي عندي رقبتي سداده. يلا يا اخي يلا يلا فضيت هيك لك كل هالشي صار. ايه عمي ايه، هاي حكايه اخوك. أخوك قاتل وحرامي وعوايني كمان. شوف عمي، نحن رح نسامحك على اللي عملته، رح نعتبره فور الدم شان أخوك، فار دمك، رح نكبر عقلنا. بس إذا بدك تضل هون بالحارة، أوعك من هيك فصولة، بتشتغل بنور الله وبما يرضي أهل الحارة، عم تفهم؟ ونحن ما رح ناخذك بشرير أخوك، لأنه ربنا بيقول: ولا تزير وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم، الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. هيك ترحم عليه وادعي له، بلكي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له. اسمع لك ابني، وهي قدام الحاضرين كلهم، لحاكيك جوز كلام تحطه حلقة بأذانك. نحن ما نسينا فصولك اللي عملتها بالحارة لما كنت تشتغل مع نمر. لذلك رح نقول من هلا عفى الله عما مضى، وروح اشتغل بما يرضي الله. بس وينها؟ إذا عملت حوصي لوصي، بتعرف شو بصير فيك. ها؟ فهمت شو قال لك؟ إذا لعبت بدنبك لا تلوم إلا حالك، داري على رزقك وقول يا رب. كتر خيركم، كتر خيركم عمي، كتر خيركم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. لازم تضل عيننا عليه، أنا مالي مرتاح له. يا والله يا أبو ظاهر هذا الحكي أكيد. الله يهديه، الله يهديه، الله يهدينا جميعا. تفضلوا.